دكتور بيطري يحصل على ليسانس حقوق ليكون أول محامي بيطري مصري. نرحب بالدكتور رامي المحامي. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أحب الأول أشكر حضرتك على استضافتي. الحيوانات مش هتنسى لك الجميل ده، وده جميل في رقبة كل حيوان يا أستاذ خالد. ربنا يحفظك والله. يلا. والله أنت دلوقتي تعتبر أخ لكل حيوانات العالم. بيعتبروك حيوان فعلا. فعلا الله يكرمك يا حبيبي، ميرسي. طب كلمنا أكتر عن مهنتك، يعني أنت محامي ودكتور بيطري. معلش أنا عايز أخلص الموضوع ده فترة يعني بسرعة عشان موبايلي له بيطري. أحب الضحك قوي يا أستاذ خالد. أي. طب قول لنا الفكرة جت إزاي طيب؟ والله حضرتك الموضوع بدأ معايا من الطفولة، كان دايماً المدرسين بيشتموني باسم حيوان مشهور وجميل وكلنا بنحبه. إيه بقى؟ الكلب، كانوا بيقولوا لي يا ابن الكلب. طبيعي، منظر ده أكيد. طب مالهمش حق طبعاً، والدك كان بيزعل أكيد. بالعكس، الكلب هو اللي زعل. غريبة قوي الموضوع ده يا أستاذ رامي الصراحة. طب معلش أعذرني، عرفت منين؟ أصل يعني بالعقل كده حضرتك، ويعني عشان كلبي لبسوه في راجل يا ابويا. وسخ. اوكي اكيد. طب مفهوم طبعا. طب وبعدين يا استاذ عملت ايه؟ قررت اخد بطار كل الكلاب. كل الكلاب يا وفاء الكلب زي ما بيقولوا. عملت رفعت ايه؟ رفعت قواضي سب وقصف على اي حد بيقول لبني ادم ابن كلب، او شوف لك كلبه، او اي واحده تقول لجوزها دي للكلب عمره ما يتعدل. وفي قضايا مركبه. ازاي؟ واحد بيقول لواحد يا ابني ديك الكلب، ديك بيجي مع الكلب. برفع لهم قضايا. حيوانات كتير. طب طيب قول لي يا استاذ رامي المحامي الدكتور، كسبت القواضي دي ازاي؟ الحمد لله كسبتها كلها، وحبست كل المدرسين اللي درسوا لي وزمايلي في المدرسه والجامعه وابويا وامي نفسهم. يا ابني ده انت بتنتقل لنفسك بقى. طب قول لي طيب يا استاذ رامي، في مشاكل تانية للكلاب مثلا؟ جواز، طلاق؟ دي الحاجه الوحيده اللي ما عندهمش مشاكل فيها. كله على كله، حضرتك يا ريتنا زيهم. مفهوم. طب رفعت قواضي الحيوانات التانية غير الكلاب؟ قطط مثلا؟ لا، القطط بتعرف تاخد حقها، الناس هي اللي بترفع عليهم قواضي. قطتي بتاكل وتنكر، قطتي كلت ولادها. عمري ما سمعتهم في حياتي. طب ايه اغرب مشاكل جات لك من حيوانات عايزه ترفع قواضي؟ جات لي المكتب حضرتك قضيه حساسه كده، مره حمامه وبلبل جم عندي عشان عندهم نفس الشكوى، يعني الناس بيقولوا اسمائهم على اعضاء معينه. لا مش لازم تفاصيل. اكيد حمامة وبولبول فهمنا. وعندك مرة سمكة رفعت قضية على الناس انهم بيحطوها في مية من الحنفية فجالها ديسنتريا. اللهم يعافينا يا رب. اللهم عافينا يا فندم. وحضرتك يعني برضو في جاموسة، انا مش هنسى القضية دي، رفعت دعوة تحرش على احد مصانع الالبان عشان كل من هب ودب بيحلبها يعني. غلط. قالت لي مين تقبل على نفسها كده؟ مش هنسى دماغها يا استاذ خالد وهي بتقول لي انتوا مش عارفين انا بحس بيه. انا حيوانه لحم ودم. معلش يا اختي، معلش معلش، لا حول ولا قوه الا بالله. وجات لي مرات اسد عايزه ترفع قضيه لتغيير اسمها. طبيعي. اوكي. طب لا فعلا موقف محرج، عندها حق اكيد. بس اغرب قضيه جات لي يا استاذ خالد، تصور فرخه رفعت قضيه على احمد ادم. ايه وليه بقى؟ لا ما فيش سبب، هي ما بتحبوش عادي. اوكي. حيوا معانا الدكتور رامي المحامي.